عندي بطل جديد. هيا طر يا جراندايزر عدوك فاحذر سلح نفسك قابل في الدفاع أجل سلام فوق الأرض في كل الأصقاع. دافع شرا أبطل مكرا الخطر كبير. هذه الأرض يا جراندايزر كوكب صغير فيها عطاء فيها حياة والخير كثير. دافع دافع حتى تنال حتى للجميع والحق المنيع. شو هالذكريات الحلوة؟ شو هالغنية؟ أول شيء بدنا نذكر إنه الغنية هي بصوت الفنان سامي كلارك. وطفلتنا ذكرياتنا كثير من الكرتونز اللي كنا نشوفهم هن بيعودوا لأنيمي، وكثير من الباند ديسيني اللي كنا نشوفهم هن بيعودوا لمانجا. وهيك جامعة القلبة نظم هالمهرجان يلي ببلش بكرة ثقافة اليابان اللي هي ثقافة متنوعة عربين عليها وكل الأجيال ربعوا عليها جيل بعد جيل، وكل مرحلة كان إلى أبطالة من الأنيمي أو من المانجا. ضيوفي بالاستوديو أنا بدي رحب فيكن، أهلا وسهلا فيكن. رح بلش ليدز فرست، ريم خير الدين ليبانيز أوتاكو، ورمزي ملكي مؤسس نادي جاكو سينو. جاكو سينو مزبوط؟ يعني أنا شو عم بحكي ياباني، لاحظتون عم بحكي ياباني. تعلمت كم كلمة قبل ما فوت على المقابلة لأقدر قلع مضبوط مثل ما لازم. أول شيء برافو عليكم، يعطيكم العافية. أنتم مش بس عم تهتموا بجيلكم وبأعماركم، إنما عم تهتموا بأجيال قديمة ربيت على الأنيمي وعلى المانجا. يعني رح بلش معك رمزي، أمتين تأسس جاكو سينو ومن قبل جامعة القلبة وطلابة ولا من الجامعات المتحدة؟ لا من جامعة القلبة. نعم اوكي. ب 9 ديسمبر انعمل جاكو سينو. نعم. وقتها كانوا عم بيرجعوا يعملوا كلابات جداد بالجامعه، يعني كان مرق فتره بالجامعه ما في كلابات جداد. فكانوا كلابات كذا كلاب عم بيرجعوا يتاسسوا، كان في كلاب فير. بقى حكينا رفيقي بول اللي هو كو بريزيدنت بالمانجا كلاب، قال لي رمزي تنعمل مانجا كلاب ورح نعمل ايفنت بعدين. بقى قلت له اوكي نعمل مانجا كلاب وشو بنسميه؟ قال لي نحن ستودنتس. Okay. عرفت انه كله هالكلب معمول من ستودنتس، وقلنا اسمه لازم يكون ذا ستودنتس. بعدين قلنا انه ثقيله شوي ذا ستودنتس، طلع بالاخر ستودنتس. وجاكو ساي هي ستودنت بالياباني. مزبوط، جاكو ساي هي ستودنت. نعم. والنو هي البلورال فورم تبع جاكو ساي نو ستودنت. اوكي الاس يعني. مزبوط، بس كثير طويل الاس بالياباني. رح ارجع لك كمان مع ريم اللي فيه اليابانيز اوتاكو. هلا انا بدي اقول انه كل مرحله كان لها اربابها من الكرتونز ومن الانيميشن يلي كنا نشوفهم، مثل ما قلت انه في جراندايزر كابتن مجد عيننا. هلا عيينكم شو؟ مزبوط، هلا كل فتره كل سنه حتى كل شهر عم يطلع نيو انيميشنز. يمكن من فترة إذا كانوا حطوها على سبيستون كأشياء أنمي قديمة، هلا كل شوي بيطلع شيء جديد. يو كان ستريم إت أونلاين. في مثلا إذا بدك أعطيك إكزامبلز، في توكيو كول مثلا، أتاك أون تايتن، هولي أشياء جديدة. الأقدم شوي هن قبلي موفيز، أكيد ما بعرف يمكن كانوا يعرضوهم على التي في من زمان، مثل سبيريتد أواي إتس فيري فيمس. وكل فترة بيكون في أنمي جديدة أو حتى بيكون في شيء أون جوينج. الأوتاكو كمان هي مجموعة من الطلاب، من وين؟ من هي مش من جامعة معينة أو محل معين، هي بتضم كل الممبرز بلبنان يلي عندهم اهتمام بالثقافة اليابانية وخاصة الأنمي اللي هي الجابانيز أنيميشن أو صور متحركة اليابانية، والمانجا الرسوم الصورية اليابانية. هو تأسس بال 2012 من قبل وسام كلينك وطارق طارق قبيتر. ات واز مينلي اون فيسبوك، وكل فتره عم يكبر هيدا الكوميونتي لحتى هلا صار تقريبا بحدود ال 2000 شخص. فيهم الممبرز عبروا بطريقه سليمه على ارائهم على كل شيء خاصه بالانمي باليابان، يحطوا كومنتس ارائهم، ذير فيدباك، ذير كومنتس. يعني انتم اثنين كلوب؟ نحن از جنرال كوميونتي بلبنان، هن ذي ور سبيسيفيكلي ميد ان البا. شو يعني اوتاكو؟ اوتاكو هو انسان بيقضي كثير وقت يحضر انمي، فيديو جيمز، يعني بيكون عنده كثير هوس بهذا الموضوع.
فنحن مثلا in our club that we made منضلنا نعمل meetings منشان to share منشان نقدر نحكي بهذا الموضوع ناخذ من بعض انمي ونضل على تواصل مع بعض. يعني ما بعرف انتم هلا مثلا عندكم نفس الاحساس اللي انا حسيته باغنيه جراندايزر ولا انتم عندكم على غير بروجرام او على غير انمي على غير مانجا او على غير انمي؟ نعم هلا هو ايه انا زدت الاحساس نعم تقريبا على جراندايزر يعني مش على جراندايزر لا بيعني لي ازن مانجا ازن مانجا او انمي بس انا لغير انمي بعمل زيت ناروتو 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 ايه ولا في هلا انمي اكثر انا لالي صراحه شو اسمه ميراي نيكي ميراي نيكي وعندي كريم هلا هي بعتقد حسب كل شخص قد ايه بحب هيدا ستايل او الستوري تبعه ناروتو مثلا انا اتس ون اوف ماي فيفورتس ميراي نيكي حضرته بس اكيد بفضل شيء ثاني مثلا جراندايزر كلنا بنحس بنوستالجيا للماضي القديم اللي كنا نحضره مثلا على سبيس تون او كابتن ماجد او غيره لا رمزي ليه بلشت برايك هالقصص بلبنان حكى فيها يعني شو السبب؟ اتس بوب كلتشر هيدا شيء كثير النيو جنريشن يعني بتدس النيو جنريشن هلا النيو كرتونز شوي عم يرجعوا لورا مثلا اذا تناخذ نقارن مش الانمي والمانجا نقارن مثلا كرتونز تبع كرتون نتورك كانوا شيء صاروا شيء اوكي عم يتراجعوا بس انت عندك المانجا كجرافيكس كستوري لاين ك art by itself ك to practice it to watch it to تعيشها بعدين قريبه للببليك اكثر انت بتحضر مانجا بتتعاطف معه اكثر عرفت؟ فافتكر كل هالاشياء ساعدوا انه العالم تصير تحبه اكثر واكثر واكثر والفي الاستاتيك تبعه نعم هو قوي كثير اكيد بتجتمعوا مع بعض بتتبادلوا اراء بتتبادلوا اكيد كل فتره بنعمل ميتينجز بنحكي عن كل شيء انمي عم بيصير بنحضر اليو اس بيز تبعنا والكمبيوترز كمان تو اكسشينج انمي بس بدي زيد شغلي على يلي سالته اياه لرمزي هو اساس الانمي بلش مع شخص اسمه دكتور تيزوكا هو هي واز يلي خليه هو بسموه الجاد فادر تبع الانمي هو اساسا هيز ا ميديكال دكتور بس هي نيفر براكتسد ميديسن فبلش يرسم مانجا من عمر صغير واللي خليه يبلش هيدا العمل هو تأثيره بالحرب العالمية الثانية كلنا بنعرف باليابان قد يصير في مأساة بالحرب العالمية الثانية وخاصة النيوكليير ويبنز صحيح فجرب من خلال الانمي تخلي الناس تتعاطف مع بعضها يكون في سلام وخاصة بعد الحرب وبشاعتها وهو مثلا عامل استرو بوي كمان هذا شيء كثير قديم يمكن الاجيال القديمه بتعرفه وهو بلش يعمل فيتشرز معينه بالانمي مثل بتشوفون عيونهم كثير كبار صحيح ومن وقتها بلش هو عمل الموشي برودكشن ومن وقتها بلشت الانمي تصير مشهوره اكثر واكثر والله عليك يا ريم حافظه كل التاريخ شو راح يصير بالقلب رمزي؟ بالقلب بكره راح يكون في مهرجان خاصه بالانمي والمانجا كمان المشاركه راح بتكون بس لطلاب القلب للكل يعني خبرنا كل شيء من فروم اي تو زي اوكي فروم اي تو زي اجتمعنا انا وبول بدنا نعمل ايفنت تمام بدنا نعمل كوبريشن بهالايفنت which is why حكينا لبنيز اوتاكو هلا it's a cooperation and collaboration بيناتنا الايفنت بكره ببلش على التنتين اوكي عندك ستانز الاكل للسبونسرز كمان بروفايد باي سبونسرز ستانز ليشترو فيجرينز اند بروبس كمان فور بروفايدد فروم سبونسرز اند ستاند لاب جيمنج يو هاف بي اس فور جيمنج اند كارد جيمنج عندك كذا انترفنشنز دورينج ذا داي عندك بالاول ببلش جرافيتي انترفنشن بعدين بتلحقها بمارشال ارتس انترفنشن بعدين جرافيتي خاصه كله باليابان؟ ايه رح نعمل بيكاتشو اوكي وعندنا بعدين ميوزيكال انترفنشن باي موريس اند فانا ذي بلاي ذا بيانو اند شيز ا سينجر فيل كوسبلاي فيل كوسبلاي كمان فيل بي اس 4 يلي هو ما بعرف اذا الترم تبعه يمكن الكوسبلاي هو بس تلبس مثل الشخصيات الكرتونيه اليابانيه اوكي مثلا ناروتو مثلا حدا بيجي لابس حاطط الويك تبعه لابس مثله مع الويبنز او فيديو جيمز كمان يابانيه مشهوره يعني انا لو تابعت الكرتونز او الانيميشن الجديده اليابانيه كنت رح احبها بنفس الطريقه مثل جراندايزر هلا انت عندك نوستالجيا بالنسبه لجراندايزر صحيح بس لا مش حتحبها بذات الطريقه اكيد لا لانه جراندايزر بتذكرك ايام من ايام زمان مزبوط بس اذا بتحضر هلا الانيميز بيطلع لك احساس يعني مثله تقريبا از انت بتنبسط نعم
هي تحسنت الصورة، صارت أقرب بكتير تحسنت مش من أي... هي ما بتقرب للحقيقة. الكاركتر لما بينرسم يعني عمل أنيميشن ما بتقرب للحقيقة، بس الباك جراوند البروبس كل شيء اللي حواليه بيقرب على الحقيقة. طيب. خبرتنا فيه هوستاندات اللي هو جيمز وأنيميشن، حتبلش بالجرافيتي ومكملين شو؟ مارشال آرتس. نعم. بعدين انترفنشن من موري سوفانا، بعدين نعم. عنا كوسبلاي، and then في عنا PS4 competition، في عنا drawing manga drawing competition. للعشاء العشية كلهم مدعوين يشاركوا، كل الجامعات ولا بس لطلاب القلبة؟ كل الجامعات، كل شخص بحب الانمي بلبنان، مش محدودة على شيء. نعم. It's a festival. وبيقدروا ينضموا للكلب معكم اللي بحب الانمي او المانجا ولا محصورة؟ هي للقلبة، محصورة للقلبة، بس فيهم ينضموا للبنيز اوتاكو. مزبوط. على الاوتاكو. الاوتاكو طلعت من جامعة شو؟ من الايو ولا من كل الجامعات؟ هي الاساسة وسام كلينك وطارق قبيتر، هي منا يعني منا محسوبة على اسم جامعة معينة، هي بتضم كل اللبنيز او كل الممبرز هون يلي عندها انترست بهذا الموضوع. اوكي. والثيم تبع القلبة حيكون اكيهابارا ماتسوري. اكيهابارا هي منطقة باليابان مشهورة بعدة ثقافات وكل التكنولوجيز اللي عندهم والكومبانيز هونيك، فقرروا على هذا الثيم ونحن اشتغلنا على اساسه. في اغاني رح تنعرض بالايفنت رمزي؟ مظبوط. وكليبات هن شو اغاني من نوع شو؟ هن في كذا نوع اغاني حينعرضوا، بس هن مينلي هن اوبننج ساوند تراكس للسيريات، يعني هذا الجينيريك اللي بتسمعه بالاول. اوكي. في عندك لاسانسيا، يعني عندك شانسيا هي شوفاليه دي زودياك. نعم. معمولة بالفرنساوي لأنه في كتير عالم بيعرفوه بالفرنساوي. اوكي. في عندك بوكيمون كمان، ساوند تراك من بوكيمون. ايه لا انا بوكيمون كمان عايش على بوكيمون. طيب ما بعرف سولو فينا نشوف شيء من الاغاني؟ عندنا شيء كليب على الاغاني؟ لازم. فرقة فور ريل عم بيتمرنوا لبكره مشان الاغاني يلي رح تنعرض. مزبوط. بنقدر نشوفها وجاهزة معنا ولا صعبة هلا؟ يلا. اوكي. دخلك سولو معكم بالكلوب، ضروري تجيبوا معكم لسولو بالكلوب، لانه مش اكثر مره بشوفه محمس عم بينط من استوديو لاستوديو، يعني قد ما يعني ما حابب. اي اكثر شخصيه بتحبها سولو؟ انا جراندايزر. انت؟ اكيرا. اوكي. شخصيه اوكي 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 مش الحال. الشخصية المفضلة عنده لسولو، أنت أي شخصية مفضلة عنده؟ الشخصية المفضلة عندي هي كابتن دولا من كاسل إن ذا سكاي، عمل الموفي هي. نعم. وميازاكي هو عمله. نعم. من استوديو جيبلي، وهي كابتن دولا ليش بحبها؟ لأنه تدفع دفعت هي الهيروين الصغيرة، هي بنت. أوكي. شيز ذا هيرو، دفعتها تلحق أحلامها من إنه تلحق لوجيك السوسيتي، عرفت؟ أوكي. يعني عم تدفع اول شيء عم حبيتها من تحليل شخصيتها يعني. ايه تحليل شخصيتها. ريم. انا كمان هو كاركتر من استوديو جيبلي اللي هو سبيريتد اواي، البنت اسمها شهيرو. نعم. بفرجيك كيف تطورت الشخصيه من بنت صغيره خايفه. نعم. لبنت قادره عن جد تتحمل مسؤوليه. هلا ما بدي اي دونت وونت تو سبويل يعني ذا موفي، بس هي بطريقه بدها تجرب تنقذ اهلها، بيفرجوك كيف كانت بنت صغيره وخايفه وكيف تاقلمت مع الجو اللي هي فيه والستنج اللي هو فيه لحتى تقدر بالنهايه تحقق اللي بدها اياه. يعني جوست ان ذا شيل، شو توقعاتكم لهالفيلم؟ جوست ان ذا شيل اكشلي بعد ما حضرته بالسينما، بس سمعت انه في جود فيدباك عليه. هلا جود فيدباك، بس في مشاكل عليه كمان مثل ما عرفنا. مثل؟ لانه مشاكل؟ ايه. مثل شو؟ انه يعني شخصيه لونها ابيض او شيء من النوع. هلا هو عم بيصير في لا بتصور خلقت مشكل باليابان بلا شخصية لونها ابيض لانه مش ياخذ الكاركتر الياباني الاساسي بالضبط. نعم. هلا في كمان انذر فيمس انمي سيريز اللي هو ديث نوت. نعم. ما بعرف اذا سمع فيه كمان. هلا عم يعملوا له لايف اكشن. نعم. مثلا في ون اوف ذا كاركترز كمان غير يعني منه يابانيه، فالناس عم بيكون شوي عندها فيدباك عليه، واوقات عم بتفضل الاوريجينال انمي على انه ينعمل لايف اكشن.
نعم. طيب شو توقعاتكم لاستمرارية الكلب رمزي؟ يعني استمرارية الانضمام لكم مين؟ كيف يعني لتضلكم دائما اب تو ديت، دائما توصلوا المسج؟ شو المسج بتحبوا توصلوها دائما؟ follow your passion. انه نحن بلش الكلب على اساس انه نحن we passionate about this kind of thing. نعم. بدنا نحط نعطي هال يعني هال passion let it have a trace بالجي معنا. سو نحن بدنا تستمر. So follow your passion. نعم. وتاكو؟ اكيد مثل ما قال رمزي، يعني اذا انت صار لك سنين عم تحضر هالشيء وبعدك كل ما تحضره عن جد بتحس انه محمس وبدك تعرف شو عم بيصير. وكلنا بالجروب يعني نحن صرنا تقريبا 2001 كلنا عندنا نفس الاندفاع تبع. انا بدي اقول لك كل المشاهدين وكل طلاب الجامعات انه يلاقوا طلاب القلبة بكره على جامعه القلبة لا يكونوا مع جاكو سينو، يكونوا مع هالمهرجان الرائع اللي يبدا الساعه 2 بعد الظهر بيستمر ل 10 بالليل. في كثير كومبيتيشنز، في كثير جيمز، في كثير امور رح تصير، باند عم يعني كله يعنى بالانمي ويعنى ايضا بالمانجا. برافو، يعني كثير مهم الشباب اللبناني كمان يهتموا بهالامور الرائعه، يعني مش انتم عم تهتموا بكل الاجيال كمان من اللي قبل لهلا اللي عندهم هالنوستالجيا وهالنوستالجي لهالامور. شكرا لك كريم، شكرا لك رمزي، يعطيكم الف عافيه. بريك جدا قصير وبعدها رح اقرا انا وياكم بعض الكومنتس عن السؤال اللي ما بتحبي ابدا يطرحوا عليك الرجال. لا أهاب الموت أبدا حين يعلو ويعترف.